الله أوقاتكم بكل خير دمتم وطالت أوقاتكم بما سرم وبمحبة مشاهدينا متابعينا الأعزاء أينما كنتم وأينما تواجدتم على زوايا وجنبات أرضية ملعب المباراة هنا في هذه الأمسية هنا في هذا اللقاء الذي يتجدد بكم وإياكم نعم ضمن لقاءات دوري 16 من بطولة رابطة الهواء للإنفاق السنية بمكة المكرمة المساعد الأول من هنا يأتي يعقوب المنقاوي بينما المساعد الثاني من هناك يأتي إبراهيم الهاجري بينما الحكم الرابع بطبيعة الحال والكابتن منير سليمان بمتابعة الحكم ماجد تقرير وكورة الآن جول 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 الله 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 ابتسامة ماكرايا وكانت حاضرة على اللاعب الأول ناصر الكعبي خالد على طول يدينا في الأمام ممتازة جول الله 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 تعالى اللقطة الماضية الله على اللعبة الماضية اللي هل ينتهزون هذه اللقطة حتى الآن الكورة خطيرة 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 الله الله عدت الكرة الماضية عدت اللعبة الماضية من ناصر ناصرينيو ثابتة حتى الآن ناصر ولا عبد الله ناصر هو الأقرب الولي ناصرينيو ناصر لكن كرة سهلة جدا في أحضان حارس المرمى الحتابي خطأ موجود في هذه اللحظات حتابي الآن حنشوف الآن المحاولة في اللقطة الماضية وهناك صافرة على ما يبدو لي اللاعب يتوقف وبالتالي ايضا خطأ يحتسب سلمي من الطرفين ومن الجانبين لم يتمكن لكن ناصر قد يتمكن خطيرة 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 اوه اوك على الكرة الماضية اوه يا سلطان العتابي نعم الكرة الماضية عدت ومع ايوه السادة ايوه الحضور حكم اللقاء احمد عبدو يضرب الصافرة معلن نهاية احداث الشوط الاول من هذا اللي قال انا عودي مع حداد الشوط الثاني انتظرونا اذا بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا متابعينا الاعزاء عوده مره اخرى للشوط الثاني وللحصه الثانيه من هذا اللقاء ومن هذه المواجهه التي تجمع مثل مكه وفريق اف 6 ومثل مكه الشوط الاول انتهى بتعادل سلبي بين الفريقين الان الشوط الثاني بدا في ظل ثباتي على نفس الاسماء ومع بدايه الشوط الثاني بطاقه صفراء موجود في هذه اللحظات وفي هذه الاثناء اكيم على تنفيذ هذا الخطا وين يكيم الله 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 حلوة يا عبد الكريم الكرة الماضية عدت وجماهير مصر مكة تتفاعل مع كرة القائد حتى الآن رواف السلمي هل يأتي بالخبر السعيد هل يأتي بالجول الأول رواف هو جحفري هذه التعادلات يا مسرع التعادل الأولى يا رب
الله حلوة. انت بتيجي الان ظهرت البطاقة الحمراء على عبد الله عبودي في اول لمسة، عبودي في اول كورة، عبودي الله عدت الكرة الماضية ومرت. قول الان بتتحول، رجعت عند ريان المالكي بالكعب يا عيني سلطان، يا عيني سلطان، خطيرة خطيرة. الراية 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 على عبودي، الراية الراية تمنع. نعم 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 الراية تمنع، الراية ترفض، الراية تمنع، الراية ترفض. رمية أو ركلة ثاوية منقولة لا تمام، ابعاد بعد ذلك. العودة العودة العودة، التقدم. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. قول 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 قول. لا 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 يا وصل، ماذا أضعت يا وصل؟ إن كنت أن تربط الوصال وكنت أن توصل. الكرة الآن ملعوبة، هنتابع الآن العرضية. أوهو أوهو ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ في الدقيقة الأخيرة من اللي ظهر؟ من اللي ظهر؟ ناصر الكعبي، ناصر الكعبي ظهر، الكعبي ناصر ظهر في الدقيقة الأخيرة. أوهو اوك على السيناريو، اوك على السيناريو. ايش اللي صار؟ غير معقول، غير معقول، غير معقول تماما، غير معقول بتاتا. ماذا حدث؟ ماذا حصل في ملعب المباراة؟ ماذا حدث في ملعب المباراة؟ هل F6 سيقولون هيا بنا الى دور الثمانية ام ماذا؟ سنتابع الان، سنراقب الان المحاولة. العماري 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 يتجولك ومعها مشاهدينا متابعينا الاعزاء. F6 الى دور الثمانية، F6 الى دور الثمانية. الف مبروك يا F6، الف مبروك يا ابو صالح، الف مبروك يا ابو صالح، الف مبروك يا ابو صالح، الف مبروك يا F6 على التاهل، على الوصول، على العبور، على المضي الى الامام. انتم رسالة على قدر الحدث، انتم على قدر الحدث وعلى قدر الثقة. آمنتم بقدراتكم وقلتم سنقاتل وقلتم سنحاول من اجل الوصول. نعم تاهلتم، نعم وصلتم، نعم تخطيتم واستستم. وبتلك الوضعية الف 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 مليون تريليون لفريق F6. هب لك وحظا باسما لفريق نسور مكة. حاولتم حتى النهاية، لكن في نهاية الأمر هي تبحث عن واحد، وبالتالي هذا الواحد كان فريق F6. المبروك F6. هب لك وحظا باسما لعكاشة ولبشير ولنسور مكة. مثل ما جانت يا عكاشة، مثل ما جانت يا بشير، يجي له حظ والزين. لا تلعن الحظ، ما تدري وش الخير. هكذا هو حالها، هكذا هي آليتها دائما وأبدا كرة القدم. وأقولها لك يا عكاشة، وأقولها لك يا بشير، ما كان لك سيأتيك رغم ضعفك، وما لم يكن لك لم يأتيك حتى بقوة. كنتم رجال وكنتم أبطال، حتى وإن لم تتأهل للدور القادم، الجاي يحلى والجاي يفضل بإذن الله تعالى. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء تقبلوا خالص تحياتي، أنا محدثكم مختار حمزة، إلى الملتقى في مواعيد قادمة بحول الله تعالى. أترككم في حفظ الله ورعايته، دمتم بويت والسلام. وختام